عليكم شغل يعني بتاع بره يعني. بص يا شباب، هو الدكتور عطيه يعني وجهه نظر بينكم، تشوفوا يعني تاكلوا الريليشن والبوزيشن بتاع الجراحه بيسالوا فيها قبل ايه؟ قبل كادر الجراحه اللي امتحنوكوا الاستيشن ديت بيسال اناتهم كل حاجات، يقول لك هنا ايه وهنا ايه ودي ايه ودي ايه، اسئلته كلها اناتهم. فعشان كده بنلقى حد يرجع لكم اناتهم عند الدكتور سعد يعمل لكم الريليشن. ان شاء الله. وانا معايا شويه صغيره اوريهم لكم. خلاص؟ شكرا دكتور. صبر على السلامه. 10 دقايق دكتور طارق مش اكتر. بص يا شباب، عندكم هنا طبعا لو خدنا السبسس من باي هنا ونزل اول بول هتقابلكم الهيويد خلاص. بعد كده طبعا اللارنجال بروميننس اللي هو ادمز ابل هينه خلاص. انزل بقى ده السيرويد كارتج، ابل ديت السيرويد ايه كارتج خلاص. حط ايديك بقى تحت الادمز ابل على طول، الكارتج اللي تحت منها ده الكريكويد كارتج خلاص، وتحت الكريكويد كارتج تبدا الشبكيه الايه رينجز خلاص. افتكروا بقى كده الثايرويد كارتليج، لو تفتكروا انتوا خدتوا سبيراتوري لسه ده الثايرويد كارتليج، والحته البارزه فيه دي ادمز ابل، والرجاله تملي تبص تلاقي الحته دي بارزه عندهم، وفي ناس بتبقى بارزه جدا وناس ايه نص نص، في الفيمينز ما بتبقاش واضحه ما بتبقاش ايه بارزه خلاص. ده ادمز ابل خلاص. السيرويد كارتج يا شباب ده عليه كده على الناحيه دي وعلى الناحيه دي كده حاجه اسمها اوبليك ايه لاين، اوبليك ايه لاين خلاص. فالسيرفيس اناتومي بتاع السيرويد لوب، السيرويد لوب اللي هو ده اللي انتم عارفينه طبعا، من اول الاوبليك لاين بتاع السيرويد كارتج لحد الفايف فيفث اور سيكس تراكيال رينجز، من خمسه لسته تراكيال ايه رينجز. اتفقنا؟ لما نيجي نبص على الاسمس هنا بتبقى قصاد السكند والثيرد والفورث تراكيال رينجز، سكند وثيرد وفورث تراكيال رينجز خلاص. ده الايه الاسمس. اتفقنا؟ خلاص. طب يبقى انا عندي دلوقتي هنا الثيرويد كارتج في ادمز ايه ابل او اللارنجال بروميننس، تحت منه الكريكويد ايه كارتج، تحت منه الفيرست تراكيال رينجز خلاص، وانزل كده لحد السادس او الخامس. اتفقنا؟ الثيرويد لوب احنا قلنا من اول هنا اوبليك لاين لحد الفيفث اور سيكس تراكيال رينجز. اما الاسمس بيبقى دي فوق على طول السكند والثيرد والفورث رينجز اوف ذا تراكيال خلاص كده؟ بس. نيجي هنا. بصوا ادي الثيرويد جلاند. فاكرين الكلام ده؟ مهم. هي لها ثلاثة سيرفيس. اللوب نفسه ليه ثلاثة سيرفيس صح؟ اللي هم ايه؟ السوبرفيشال والميديال والايه؟ والبوستيريال صح؟ الميديال بيبقى ريليتد لايه؟ للستراكشر تراكية لارنكس فارنكس اسوفيس صح؟ وفي ريكارنت لارنجيال ايه؟ نيرف واكسترنال لارنجيال صح؟ وفي مصل واحدة اسمها ايه؟ كريكو ثايرويد مصل. فين الكريكو ثايرويد مصل هنا؟ شايفينها؟ كريكوسايرويد ماشي؟ ماشي يبقى دي ايه؟ كريكوسايرويد مصر. تمام؟ يبقى ده الميديال سيرفيس اللي ريليتد للارنكس تراكيا فارنكس وسوفيس. في نيرف بينهم اسمه ريكارنت لارنجيال نيرف، في نيرف تاني من فوق اللي هو انا ماشي كده ده هو رايح للمصل ده هي اسمه اكسترنال لارنجيال نيرف، والمصل اسمها الكريكوسايرويد ايه؟ خلاص ده الميديال سيرفيس. اما السوبرفيشال سيرفيس ريليتد للمسلز اللي درستوها في سنه اولى اللي هي الانفرا هيويد مسلز، الانفرا هيويد مسلز ما عدا الثايرو هيويد، ما عدا الثايرو هيويد يعني استرنو هيويد استرنو ثايرويد والايه الاومو ده بقت المسلز المغطيه بالاضافه للفاشيا والسكين خلاص. يبقى الفاشيا والسكين اول، وبعد كده ايه المسلز الانفرا هيويد مسلز ما عدا الثايرو هيويد. تمام؟ ده سوبرفيشال سيرفيس. اما البوستيريور سيرفيس بيبقى ريليت للكاروتيد ايه؟ شيز ومنلي لل كومان كاروتيد ارت كومان كاروتيد ايه؟ كاروتيد شيز. والفيجاس طبعا لما بقول كاروتيد شيز كاروتيد شيز بيبقى ايه؟ فيجاس جوجرا كومان كاروتيد والفيجاس بعد كده ماشي صح؟
وميلي الايه كومان كاروت مش الانترنال جوجلر ميلي كومان كاروت. طبعا في يعني لو في وقت بس هنا بصوا شباب السكشن ده طبعا اللي اسمه سوبرفيس خلاص ده السوبرفيشال سيرفيس ريليتد للمسلز الثلاثه اللي احنا قايلينهم الفاشيا والايه والسكين تمام. البوستيريو سيرفيس ريليتد للكاروتيد شيز ميلي للكاروتيد ايه الكومان كاروتيد خلاص. الميديال سيرفيس هنا بيبقى ريليتد لللاركس فالكس هنا مثلا نفترض هنا ده اسوفيجس ودي تراكيا اسوفيجس تراكيا فوق منهم اللاركس والايه فالكس ده ايه الميديال سيرفيس تمام. الاسمس ريليشنز الاسمس ماشي خلاص. طبعا الابر بوردر في ارتري اسمه سوبر ثيرويد ارتري الناحيه دي والناحيه دي كده ورقه رسمه شوف ايه واضحه بالنسبه لكم يعني. بصوا ده سوبر ثيرويد ارتري خلاص ده سوبر ثيرويد ارتري الانتير برانش بتاع ده وده الاثنين مع بعض على الابر بوردر هنا بيعملوا انستوزيس الانتير برانش اوف ذا سوبر ثيرويد خلاص. اللور بوردر هنا بيطلع منه انفيريور ثيرويد فينز وبيخش ارتري ساعات بيبقى موجود وساعات مش موجود اللي هو الثيرويد يقيمه الثيرويد يقيمه خلاص. الانتيريور سيرفيس على فكره هنا من بين الماسلز برضك يمكن الستيرنوماستويد باسل يمكن انا ما بتكلمش السوبرفيشال سيرفيس برضك في ستيرنوماستويد ما تنساهاش خلاص. هنا هنا الايه السوبرفيشال ايه او الانتيريور سيرفيس بتاعها بيبقى ريليتد للستيرنوماستويد ايه ماسل والانفراهيويد ايه ماسل خلاص. ومن الانفراهيويد استيرنوهيويد استيرنو خلاص. الديب سيرفيس بقى بتاع الاسمس ريليتد ايه رينجز من كام لكام؟ سكند خلاص. يبقى انا عندي هنا الاسمس الابر بوردر الاسمونتيك فراشز وزي الكونسوبيريو سيرويد ارتريس اللور بوردر الفيروس سيرويد فيز بتطلع من اللور بوردر السيرويد يقيم الارتري بيخش من اللور بوردر. اما الانتيريور سيرفيس بيبقى سكيو سوبرفيشال فاشيا وفي فاشيا والبوستيريور بتبقى ريليتد للسكند السيرد فورس تراكيال سبينكس خلاص. ده الاسمس بتاع السيرويد ايه جلاند ودي كلها ريليشنز مش اكتر من كده. طبعا انتوا عارفين يعني ايه بيراميدال عارفين البيراميدال خلاص. المهم هنا السيرويد عشان الفحص بقى بتاعها بتفحصها ازاي؟ انت بتعمل بتخلي الواحد يبلع ريقه ليه؟ يتحرك يبلع ريقه ليه؟ علشان هي محاطه بكبسول الفاشيا صح؟ في كبسول تاني او في ترو كبسول وفولس ايه؟ كبسول الترو كبسول اللي هي فايبرس تيشو كبسول المحيطه بالايه؟ بالسيرويد جلاند ولازقه عليها بتاعتها محاطه جزء من الديب فاشيا اللي هي البريتروكيا اللي ايه؟ فاشيا اللي هي الفولس كبسول خلاص. البريتراكيال فاشيا دي ماسكه فين؟ ماسكه في في اللاركس في الثيرويد كارتلج والهيويد بون الثيرويد كارتلج والهيويد ايه بون خلاص. فلما نبلع ريقي تلاقي اللاركس يطلع معاه الايه الثيرويد جلاند. يبقى ما ببلع ريقي اللاركس بيطلع لفوق ويطلع مع مين؟ الثيرويد جلاند. علشان الثيرويد جلاند محاطه بالبريتراكيال فاشيا اللي ماسكه في الثيرويد كارتلج والهيويد بون خلاص. طب لما اطلع لساني بحس ان هي بتطلع لفوق برضك ليه؟ علشان البيز بتاعت الطنج عند منطقه الفورامين سيكم بتبقى ماسكه في الايه في الثيرويد ازمس عن طريق حاجه اسمها ثيرويديا جلاندو ثيرويديا ايه ها ليجامنت ليفيتور جلاندو ثيرويديا ليجامنت خلاص. اوريكم بصوا ده البيراميدال خلاص. في ليجامنت بس في الاندكس هنا رايح لحد الطنج يا شباب اللي هو ليفيتور جلاندولين ايه ثيرويدي ليجامنت كبير خلاص اللي هو كان اساسا اسمها سايرو جروسر الطنج
سيروسال ايه بقى في الديفلوبمنت وحصل لها ايه اكل او اتقفل خلاص. فبين التانك فوق وبين هنا الاسمس هنا في ديفلوبمنت سيروسال خلاص. لما بتطلع التانك بره بيشد معاه مين؟ ثيرويد. ايوه فلما طلع لسان تلاقي الثيرويد بتطلع خلاص. يبقى في حاجتين، اطلع لسان بره الثيرويد تطلع لفوق يبقى واحد. الحاجه الثانيه ابلع ريقي او اكل وابلع تلاقي التراكيه ايه الثيرويد جراند بتحصل لها ايه تطلع لايه تطلع وتنزل تاني مع الاكس اللي انا نسيت بقى ياخدها معاه ينزل ينزل تنزل بقى خلاص. اتفقنا الريليشنز في الاناتومي بقى الريليشنز بتاع الثيرويد جراند مهم جدا الريكارنت لارينجيال نيرف والاكسترنال لارينجيال نيرف وعلاقتهم بالسوبيرو ثايرويد ارتري والانتيرو ثايرويد ايه السوبيرو ثايرويد ارتري والاكسترنال لارينجيال نيرف بيمشوا جنب بعض خلاص. لما بنقرب لما بنقرب من الثايرويد جلوب من الابر بول بتاعه بيبعدوا عن بعض خلاص. اتفقنا. عشان كده لما نيجي نحط فوق السوبيرو ثايرويد ارتري اربطه اربطه واخد حته صغيره خالص من الايه من الابر بول بتاع الايه اللوب نفسه عشان اضمن ان انا بعيد عن الاكسترنال لارينجيال. يبقى اربط الارتري قريب من الجلاند جدا. اما الريكارنت لارينجيال نيرف يا شباب على البوستيريو بوردر بتاع الثايرويد لوب بيبقى ريليتد للانفيريو ثايرويد ارتري. لو ربطت الانفيريو ثايرويد ارتري نير ذا ثايرويد لوب ممكن اربط معاه مين كمان ريكارنت لارينجيال نيرف. فعشان ما اخافش من ان انا اربط النيرف اربط الانفيريو ثايرويد ارتري ايه اواي فروم ذا جلاند خلاص. يبقى السوبيريو ثايرويد اتربط عند الجلاند قريب من الجلاند الانفيريو ثايرويد اتربط اواي فروم ذا جلاند to avoid injury of the external laryngeal nerve فوق recurrent laryngeal nerve ايه خلاص يا شباب. ده جزء الاناتومي. جزاكم الله خيرا. شكرا دكتور. اللارينجيال نير هذا حقيقي اللي بيغذي المصل اللي اسمها كريكو في الويف خالد ولا شلون احنا قاعدين عشان نعمل اكزامينشن للثايرويد ده ما فيش كلمه ولا حاجه بتاعت ايه واحد ساينز على الثايرويد اللي هي في النك نعمل اكزامينشن اوف ذا نك وعندنا بريفرنس ساينز اوف هايبر او هايبوثايرويدزم. لما نعمل اكزامينشن طبعا ممكن نبتدي في بعض الكتب هتلاقي البدايه بريفرنس ساينز وبعض الكتب هتلاقي البدايه بالاكزامينشن اوف ذا نك خلاص. بالنسبه يعني لنا نبتدي بكده او كده صح. احنا هنبتدي دلوقتي بالاكزامينشن اوف ذا نك بس عشان الايه الاستيشن بتاعه الاوسكي خلاص يا شباب. عشان ايه الاكزامينشن اما تبتدي ابتدي بالساينز ان ذا نيك وبعدين بعد كده بكمل بريفرنس ساينز لو خلصت الوقت اكزامينشن اوف ذا ثايرويد جلاند. اكزامينشن زيه زي اي اكزامينشن بابودي في انسبكشن بالبيشن بيركشن اند اوسكالتيشن خلاص يا شباب. عشان نعمل اكزامينشن للثايرويد جلاند طبعا لازم البيشنت البوزيشن اوف ذا بيشنت يبقى في السيتنج بوزيشن الاكسبوجر نعمل اكسبوجر للنيك والابر بارت اوف ذا تشست زي ما موجود قدامنا. دايما نفتكر احنا الاكزامينشن زي ما قلنا انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن هنعمل انسبكشن بنعمل اكستنشن للنك خلاص يا شباب. لما نيجي نعمل بالبيشن هنعمل فليكشن للنك عشان نعمل ريلاكسيشن اوف ذا نيك ماسلز.
خلاص احنا نبتدي الاول ايه بالانسبكشن اوف ذا ثايرويد جلاند. خلاص يا شباب نعمل اكستنشن سلايد اكستنشن اوف ذا نيك. اول حاجه بنقول للبيشنت ايه سوالو يبلع ريقه نشوف في اي سويلنج بيتحرك ولا لا. يبلع ريقه كده يا عبد الله ماشي يعني ايه دي نمره واحد لان في سويلنج بيتحرك يبقى موست بروبابلي ثايرويد لارجست ثايرويد. في عندي بعض الاستراكشرز في النيك بتتحرك مع السوالنج بتطلع وتنزل مع السوالنج. طبعا البيشنت لو ما قدرش يعمل السوالنج بيديله كوبايه ميه بنقول له ايه اشرب ميه. في بعض الاستراكشرز الثانيه بتتحرك مع الايه السوالنج مش بس الانرجي الثايرويد جلاند. خلاص مثل ايش طبعا الاستراكشرز اللي هي اتاتشد للبري تراكيال فاشيا هي اللي بتتحرك مع السوالنج. نمره واحد في عندنا حاجه اسمها بري تراكيال ليمف نودز. خلاص تبقى ليمف نودز ان فرونت اوف ذا تراكيا لارج ليمف نودز ان فرونت اوف ذا تراكيا. نمره 2 لسه قايل لكم دكتور طارق عليها اللي هي الثايرو روسال سيست. خلاص نمره 3 الحاجه اللي في اللارنكس هي ايه اكسترينسيك كارسينوما اوف ذا لارنكس. الكارسينوما اوف ذا لارنكس تو ذا اوت سايد اكسترينسيك كارسينوما اوف ذا لارنكس. رابع حاجه في عندنا ايه سبهايويد بيرس. برافو عليك. دول اربع ستراكشرز بريزنت ان فرونت اوف ذا نيك وبيتحركوا مع السوالنج. خلاص يا شباب فاحنا اول حاجه بنقول للبيشنت ابلع ريقك. ما اقدرش ابلع ريقه نديله كوبايه ميه ونشوف هل في اي ستراكشر بيتحرك في النيك ولا لا. نمره 2 بنعمل اكزامينشن للايه السويلنج في النيك زي اي سويلنج. بنعمل له ايه سويلنج بالانسبكشن. احنا ابتدينا بالانسبكشن بنعمل ايه اكزامينشن بالانسبكشن. نمره 1 السايت سايت اوف ذا سويلنج. سايت اوف ذا سويلنج ممكن يبقى فيه ممكن يبقى في الميد لاين ممكن يبقى وان سايد اوف ذا ميد لاين ممكن يبقى ايه بوت سايد اوف ذا ميد لاين. نمره 1 نمره 2 السايز. احنا الاول بناخد ايه اللي بحرف الاس. نمره 2 السايز. السايز بيبقى ايه اربيتراري ما بنقولش ايه بالظبط كام. يعني تقريبا ايه نقول مثلا ايه 3 سم 5 سم باي مثلا 2 سم مثلا. دي نمره 2 لو عندنا ميجر لاس بي ممكن. ثالث حاجه الشيب. الشيب بتاعه هل هو اوفال هل هو راوندد هل هو ريجولار شيب مش قادر احدد الشكل بتاعه ايه. خلاص رابع حاجه اللي هو السيرفيس بتاعه هل باين قدامي سموث في سموث سيرفيس ولا ايه ريجولار سيرفيس. دول اربع حاجات بحرف الاس سايت سايز شيب السيرفيس. خلاص بعد ما خلصنا كده بندخل على ايه حاجتين بحرف البي البلاد بريشر بوردرز وبالسيشنز. البوردرز عندنا ايه في عندنا لاترال بوردرز وعندنا انفيريور بوردرز. الانفيريور بوردر اوف ذا ثايرويد لو انلارجد بنشوف هل ده يعني اقدر اشوف الانفيريور بوردر بتاع الثايرويد ولا لا. هل هي محدده الانفيريور بوردر ولا مش باينه ممكن تكون داخله ورا يبقى ريترو سترنال ايه بوينت. لاترال بوردرز عاده الثايرويد سويلنج بيبقى ايه سوبرفيشال ولا ديب للسترنوماستويد. انلارجد ثايرويد البوردرز بتاعتها ار اولوز ديب تو ذا سترنوماستويد مثلا. فانا اقدر اشوف هل انا بشوف البوردرز بتاعت السترنوماستويد ولا لا. عشان اشوف الاسترنوماستويد اكتر بعمل ايه؟ موفمنت تو ذا اوبزيت سايد واعمل ريزيستنس كده هتبان لي الاسترنوماستويد دي. لو في سويلنج هنا اقدر اعرف هل هو دي ولا كفرنج الاسترنوماستويد. خلاص يا شباب يبقى احنا قلنا سايت سايز الشيب السيرفيس قلنا ايه البوردرز واذا كان في فيزيبل بالسيشنز ولا لا. كل دول بعملهم ايه انسبكشن وانا واقف كده. خلاص يا شباب دي نمرة واحد. واللي قبل كده خالص قلنا ايه بنشوف ايه الموفمنت مع السوالنج. هل في ستراكشر تاني في النك ممكن يعمل موفمنت مع البروتروجن اوف ذا تانج اللي هو ايه؟ تايرو جلوس. يبقى لازم ايه وانا بعمل موفمنت مع السوالنج لازم اشوف هل في موفمنت مع البروتروجن اوف ذا تانج ولا لا. ازاي اشوف التيست ده؟ نمره واحد بقول له افتح بقك. يفتح بقه قوي وبعدين بعد يفتح بقك اعمل بروتروجن اوف ذا تانج. ما يعملش الاثنين موفمنتس مع بعض. يفتح بقه الاول قوي وبعدين يعمل بروتروجن اوف ذا تانج. وهو بيعمل بروتروجن اوف ذا تانج انا بلاحظ السويلنج اللي هنا بيتحرك بقى. الموفمنت ويت بروتروجن اوف ذا تانج في السويلنجز اللي في الميد لاين بس لان الثايرو جلوسر ايه سيست عاده بتبقى موجوده في الميد لاين. خلاص يا شباب يا دكتور نورمال الجلاند ما تتحرك مع البروتروجن ليه؟ نورمال لو الجلاند مش انرجي مش هتشوفها. لو في سويلنج في الميد لاين اوف ذا نيك بشوفه بيتحرك مع البروتروجن اوف ذا تانج ولا لو بيتحرك يبقى ايه ممكن يكون ايه ثايرو جلوسر سيست مش فيسبيك سيست. خلاص يا شباب يبقى احنا قلنا ايه سايت سايز شيب سيرفيس وقلنا البلاد بريشر. فاضل حاجتين حاجه واحده اللي هو ايه السكين اوفر لاين ده ثايرويد جلاند. السكين اوفر لاين ده ثايرويد جلاند بشوف فيها ايه نمره واحد ريدنس هل هي لون احمر ولا لا.
ونفتكر الريدنس بالبلاد فيسلز. لما اقول الريدنس يبقى افتكر على طول في بلاد فيسل تاني هو اللي بينسال على السيرفيس بتاعها دايليتد فينز ولا مفيش دايليتد فينز على السيرفيس بتاع اي ثايرويد ايه جلاند. خلاص هل في سكارز؟ عارفين السكار بتاع الثايرويد جلاند بيبقى فين؟ كده بيبقى ايه في اللور بارت اوف ذا نيك وبيبقى هوريزونتال. هل في سكار ولا مفيش؟ وهل في الاوبننج بتاع الثايروبلاستر فيستولا ولا مفيش؟ خلاص الاوبننج بتاع الثايروبلاستر فيستولا بتبقى موجوده في النك في الميد لاين. خلاص بيبقى ليها اوتسايد اوبننج مش انسايد. خلاص يا شباب يبقى ده السكين اوفر لاين نشوف ريدنس. الريدنس تفكرنا بالبلاد فيسلز هل في دايليتد بلاد فيسلز ولا مفيش؟ ونشوف هل في سكار بتاع بريفيس اوبريشن. لو لقينا الثايرويد انلارج وفي سكار بتاع بريفيس اوبريشن يبقى ده ريكارنت. خلاص وبعدين نشوف هل في ايه اوبننج بتاع ايه الثايروبلاستر فيستولا ولا مفيش. كده خلصنا الانسبكشن. وزي ما قلنا البوزيشن بتاع الانسبكشن لازم البيشنت يبقى قدامي وانا تقريبا ايه الليفل اوف ذا ثايرويد كده. خلاص يا شباب طيب. بعد ما خلصنا الانسبكشن بنعمل ايه بعد كده؟ خلاص البالبيشن في عندنا من الفرنت ومن الباك. خلاص بالنسبه للفرنت اول حاجه بنعملها ايه؟ بنشوف ايه التمبريشر بتاعه الثايرويد. خلاص بنشوف ايه الباك بنقارن الايه الثايرويد بنشوف ايه بالتشيست. خلاص وبعدين نمره 2 بنشوف ايه التندرنس تي تي تمبريشر اند تندرنس. دكتور بنقارن بينه وبالتشيست التمبريشر بتاع التشيست طبعا دي حاجه اربيتري يعني. نمرة 2 بنشوف ايه تندرنس هل في تندرنس في الثايرويد جلاند ولا مفيش. وبعدين بنعمل البالبيشن نكمل البالبيشن قلنا ايه في من الفرنت ومن الباك وزي ما قلنا في الاول خالص لما نيجي نعمل بالبيشن للثايرويد لازم نكتب ايه قلنا انسبكشن نكتب اكستندد البالبيشن نكتب ايه ليه فليكسد عشان نعمل ريلاكسيشن اوف ذا سيرنو ماستويد ماسلز. خلاص يا شباب بالنسبه للبالبيشن هناخد البالبيشن الاول فروم بيهايند. ايه البالبيشن فروم بيهايند ازاي؟ انا ببقى ورا البيشنت الهاند بتوعي بيبقوا كده الثامب بيبقى على الاوكسيبيتال ريجن اوف ذا بيشنت والفور فينجرز بيبقوا ايه الاثنين ان فرونت اوف ذا ثايرويد. خلاص ايه ابروكسيميت ايتش اذر في الميد لاين البوزيشن كده. خلاص يا شباب خلاص اول حاجه بقول له ايه ابلع ريقك سوالو مفيش مش قادر يبلع بديله كوبايه ميه يشرب. ليه؟ عشان اشوف هل في ستراكشر موفينج بيلو ماي هاند ولا. خلاص يا شباب طبعا لو لقيته مش عامل فليكشن للنيك بتاعه قوي ممكن بالثامب اعمل ايه سلايد ايه فليكشن هنا. خلاص يا شباب يبقى دي ايه نمره 1 يبقى اول حاجه بقول له ايه سوالو وهو سوالو بشوف فيه استراكشر بيتحرك تحت ايدي ولا. نمره 2 بعمل كونفيرميشن للايه الحاجات اللي انا شفتها قبل الانسبكشن هل في سويلنج ولا لا السايد بتاعه فين تو ذا رايت وذا ميد لاين تو ذا ليفت وذا ميد لاين في الميد لاين نفسه. خلاص يا شباب السايز بتاعه قد ايه تقريبا الشيب هل هو الريجولر ولا اوفال ولا راوندد. خلاص والسيرفيس بتاعه هل هو سمول ولا ايه نودولر. طبعا عارفين ايه السموث ستراكشرز والايه والنودولر لو ستراكشر. في حاجه زياده بزودها بالبالبيشن ما بشوفهاش بالاسم تلاقي ايه كونسيستنسي اوف ذا سويلنج هل هو سوفت هل هو فير هل هو هارد. الهارد ايه طبعا كانسر مش كده. الفيرم ممكن يكون سيست بس ايه اندر تنشن يكون فيه فلويد كتير عامل تنشن. خلاص السوفت بيبقى ايه سوفت تيشو ممكن يبقى ايه ادينوما او اي حاجه زي كده. خلاص يا شباب خلاص يبقى دي ايه الحاجات اللي بالايه بالبالبيشن. نمره 1 قلنا البوزيشن اوف ذا هاند كده الثامب بيبقى ورا النيك والفور فينجرز ابروكسيميت ايتش اذر في الميد لاين وبقول له اعمل سوالوينج وبعدين بعمل انا ايه كونفيرميشن للحاجات اللي شفتها. خلاص السايد والسايز والشيب والسيرفيس. طبعا لازم نفتكر ان انا وانا بعمل اكزامينيشن مش هينفع اعمل اكزامينيشن بالاثنين هاندز كده لازم اعمل سبورتنج وان هاند ولازم اعمل ايه اكزامينيشن بالاذر هاند كده بالفعل. خلاص يا شباب مش بالاثنين هاندز مع بعض اتفقنا. يبقى بعمل ايه سبورت بوان هاند وبعمل اكزامينيشن بالاذر هاند عشان اشوف ايه الايه الحاجات اللي قلنا عليها كلها. خلاص يا شباب بعد ما خلصنا كده الحاجات دي لسه في حاجه مهمه قوي اللي هي ايه البوردرز اوف ذا ثايرويد. احنا قلنا ايه الحاجات اللي بتشوفها بالانسبكشن اللي هو ايه السايد والسايد والشيب والسيرفيس البي بي وبعدين قلنا ايه البي بي البوردرز والبالسيشن. خلاص وبعدين ايه السكين اللي هي ايه الاوفرلاين كونديشن اوف ذا سكين اوفرلاين. البوردرز قلنا عندنا اثنين لاترال بوردرز وعندنا ايه لوور بوردر. اللوور بوردر بحط ايدي ايه بلو ده السويلنج. خلاص وبشوف هل انا هقدر احس التراكيه رينز ولا مش هقدر.
لو قدرت احس التراكيه رينجز يبقى ايه الثايرويد يبقى الثايرويد مش اكستندد مش اكستندد بيهايند ذا ستيرنم لو ما قدرتش احس الرينجز يبقى ايه دي ايه موست بروبابلي اكستندد بيهايند ذا ستيرنم هتاكد بايه بعد كده بالبركشن خلاص يا شباب ده بالنسبه للايه الانفيريور بورد بالنسبه لللاترال بوردر وهو عامل ريلاكسيشن كده انا ايه هشوف هل هقدر احس الـ يعني كان اي بوت ماي هاند بتوين ذا سويلنج اند بتوين ذا ستيرنم مستويد ولا لا خلاص لو قدرت احطها يبقى موست بروبابلي ثايرويد سويلنج لو السويلنج كفرنج الاسترنوماستويد يبقى ده ايه ما هوش ايه الفايند ماشي يا شباب وانا ايدي هنا بشوف اللاترال بوردر اوف ذا ثايرويد بشوف حاجتين كمان بشوف ايه البالسيشن اوف ذا كاروتيد خلاص البالسيشن اوف ذا كاروتيد لازم اشوفه ايه الناحيتين يبقوا ايه ايكوال تو ايتش اذر مع بعض دي بشوفها مع بعض عشان يبقوا ايكوال تو ايتش اذر حاجه ثانيه اللي بشوفها غير البالسيشنز اوف ذا كاروتيد بشوف ايه سيرفايكال ليمف نودز دي السيرفايكال ليمف نودز دي السيرفايكال ليمف نودز بتبقى دي دي بتستيرنو ماستويد ماسل النك بتبقى فليكسد زي ما قلنا وانا ايدي دي بتستيرنو ماستويد ماسل وبشوف ايه دي سيرفايكال ليمف نودز خلاص يا شباب اتفقنا يبقى احنا قلنا ثاني البالبيشن قلنا البوزيشن اوف ذا بيشنت سيتنج الهاند بوث هاندز بستخدم الفور فينجرز دول عشان اعمل بالبيشن والثامب بيبقى بيهايند اللي ايه ده ايه الاوكسيبات او الاوكسيبيتال ريجون عشان اعمل بي فليكشن للنيك لو في اكستنشن وبعدين ببتدي اعمل اكزامينشن نمره واحد بشوف ايه الموفمنت مع السوالينج نمره اثنين كونفيرم الحاجات اللي شفتها بالانسبكشن السايت اوف ذا سويلنج اذا كان فيه السايز الشيب السيرفيس خلاص وبعدين قلنا البي بي البوردرز واذا كان فيه بالسيشنز قادر احسها بايدي ولا لا خلاص وقلنا في حاجه زياده اللي هي ايه كونسيستنسي ماشي وبعدين بشوف اللاترال بوردر وانا بشوف البوردرز بتبقى ماي هاند بريزنت في الايه جروف ديب تو ذا ستيرنوماستويد ماسل بقدر ايه اشوف الايه البالسيشن اوف ذا كاروتيد والايه والديب سيرفايكال ليمف خلاص يا شباب ده كده بالنسبه ايه للبالبيشن فروم بيهايند البالبيشن فروم فرونت لا لا خليك البالبيشن فروم فرونت يا شباب فاهم ايه في عندنا اثنين تيست لاهي تيست وايه كوتشر او كوخر ايه تيست لاهي تيست ده عباره عن ايه بشوف بيه ايه لاهي تيست عايز اشوف اللاترال لوب اوف الثايرويد بعمل ايه احنا قلنا لما بنيجي نعمل بالبيشن لازم النك تبقى ايه فليكس فلازم النك تبقى فليكس وان هاند حطها على السايد اوف ايه ذا نك اوكي الثم لازم يبقى على ايه الثايرويد كارتليج او السويلنج اللي موجود قدامي وبعمل بالثم ده بعمل بوشنج الاستراكشرز وان سايد وان سايد تو ذا اذر الاذر هاند هي اللي بتعمل بالبيشن للوب اوف ذا ثايرويد انا كده بعمل بوشنج لوب اوف ذا ثايرويد جلاند يبقى كله اقدر اعمل له بالبيشن باي ذا اذر هاند بس طبعا لو لقيت ايه سويلنج لازم اعمل ايه الكومنت على السويلنج ده الايه عملت بالبيشن بالرئيس ليفت سايد بعمل بالعكس برضو الهاند بتبقى على النك وبعمل بوشنج للثايرويد هنا وبعمل بالبيشن بالاي اذر ده اسمه ايه تيست ده لا هي تيست طب الاذر تيست اسمه ايه كوتشرز تيست او كوخرز تيست ده عباره عن ايه لو الثايرويد انلارجد وعامله كومبريشن اوف ذا تراكيا يبقى في سبيس يعدي منه الايه فانا بعمل ايه بريشر على بوث سايدز اوف ذا انلارجد ثايرويد كده معلش دكتور عشان نشوف بعمل بريشر على السايدز اوف ذا انلارجد جلاند خلاص وبشوف هل في سترايدر ولا لا ايه هو السترايدر صوت صوت التنفس يبتدي ايه سلايد بريشر لو حصل سترايدر يبقى معنى كده ان ايه انلارجد جلاند از كومبريسنج الايه لا الايروي كومبريسنج الايروي خلاص يا شباب ده بالنسبه للايه البالبيشن في اي سؤال في البالبيشن وين مكان ايه هو ده سويلنج في سويلنج هنا في انا جاست بعمل كومبريشن السويلنج تيست بخنق تيست اللي هو ايه لا هي تيست احنا قلنا معلش نلف كده عشان زمايلك يشوفوا انا وان هاند موجود على السايد اوف ذا نيك خلاص الثمب ده بيعمل بوشنج للسويلنج من هنا للناحيه الثانيه والهاند دي بتعمل بالبيشن السويلنج اللي ظهر لي من الناحيه ده اسمه اللاهي تيست خلاص بعمل وان سايد ده ايه اعمل اللي ايه اذر سايد ماشي يا شباب في اي ايه كومنت اتفضل الله تيست يكون السويلنج وين ولا ضغط كله في اي حته ماشي اي سويلنج اذا كان السويلنج اذا كان السويلنج موجود فين كويس السويلنج موجود في الليفت سايد في الرايت سايد ماشي يبقى انا ايه اعمل كومبريشن هنا وايه اعمل اكزامينشن السويلنج بريزنت
ماشي. بس لازم اعمل كومنت على ايه الاذر بارت اوف ذا ثايرويد يا شباب. يعني حتى لو لقيت سويلنج في حته في الثايرويد لازم اعمل كومنت على ايه الاذر بارتس اوف ذا ثايرويد، لان ايه ممكن يبقى في سويلنج تاني مش ابارنت بالانسبكشن، تحسه بالبالبيشن خلاص. واقول بقى الاذر سايد اوف ذا ثايرويد، هل هو نورمال؟ هل في سويلنج تاني؟ هل في نوديولز؟ الكونديشن بتاعه ايه؟ خلاص يا شباب. لما حصل في اكستنشن ورا السيرموسايد كيف حصل الفورميشن؟ ما راح تدخل اليد لو قوات الايه؟ لو كان في اكستنشن لا ثايرويد اولويز اللي هي بتبقى ورا ورا الاسترنوم. انت قصدك لو عمل انفلتريشن؟ تقصد لو عمل انفلتريشن؟ صح. انفلتريشن يعني يعني زي ما تقولي فيكسد الاسترنوماستويد، انت تقصد كده؟ ولا بتتكلم على النورمال استراكشر بتاعها؟ لا لو رحت اكستنشن على ورا يعني لو اللارج اللي ورا ستيل برضه الاسترنوماستويد هتبقى سكونكيشن تدخل عادي. اي كان بوت ماي هاند هنا عادي خالص مفيش مشكله لو هي ورا الاسترنوماستويد. البركشن طيب حلو. البركشن اللي فين بقى يا شباب؟ البركشن بنعمل بركشن في الابر بارت اوف بس اللي هو ايه المانيوبريم استراكشر خلاص. ده بنعمله ايه؟ يا اما بنعمله ايه ديب بركشن، يا اما بنعمل ايه ممكن برضو ايه بالبركشن عادي عشان اشوف ايه في ريزونانس ولا دانس. نورمالي ريزونانس ليه؟ اير ان ذا تراكيه بيبقى في دانس تبقى ايه؟ في استراكشر موجود بيهايند ذا سيرنم مع اللارج ثايرويد، يبقى الاستراكشر ده موست بروبابلي اللارج ثايرويد كده اللي هو بيسموه ريترو سيرنم جويز. نعم؟ خلاص يا شباب. الاسكالتيشن ايه بقى؟ بنعمل ايه بالاسكالتيشن؟ على الجلاند. الاسكالتيشن بنعمل اسكالتيشن على الجلاند عشان نسمع ايه؟ حاجه اسمها بالبي. ماشي خلاص. نسمع ان هو ايه صوت مع السيستول بس او ممكن مع السيستول والدايستول على الثايرويد. خلاص يا شباب كده خلصنا الاسبكشن بالبيشن بالكشن اسكالتيشن، دول اللي هم الساينز اللي موجوده على الثايرويد كده. ماشي يا شباب. فاضل بعد كده ايه البريفرال ساينز. البريفرال ساينز دول ايه؟ في عندنا حاجات موجودة على الهند، حاجات موجودة في الاي، في حاجات موجودة في اللور ليمز ريفلكسز وغيره خلاص. واخر حاجة اللي هي اللي زميلكم قال عليها اللي هي السايز اوف اوبستراكشن. ايه اللي موجود على الهند؟ نمرة واحد بنمسك الهند. ايه اللي موجود في الهند هنا؟ ايه اللي هنا؟ اريثيما وايه؟ سويتنج. خلاص يا شباب. يبقى في اريثيما وهوتنس وريدنس وسويتنج هنا. بعد ما شفنا البالم اوف ذا هاند كده نروح قلبين الهاند نشوف ايه في الهاند. تريمورز. تريمورز دي بنعرفها ازاي؟ لو ده يعمل هايبر اكستنشن للهاند كده. خلاص يا شباب. لو انا ما شفتهاش ممكن تبقى فيريفاي، ممكن نحط عليها جيب اي بيبر نحطها في الفريق. دي بتعمل ايه الايه بتخلي الايه تريمورز مور ماركت ونسيبها ايه شويه. خلاص يا شباب. هو ما عندوش تريمورز الحمد لله سليم الحمد لله. دي ايه اللي هي التريمورز. في حاجه ثانيه بنشوفها في الفينجرز اللي هي ايه كلابينج. اللي هو ايه كلابينج ده بيبقى في التيبز اوف ذا فينجرز، بس بيبقى في سويلنج في التيبز اوف ذا فينجرز. ماشي. في النيرف ذكر ولا في النيرف؟ في الفينجرز في التيبز اوف ذا فينجرز هنا ترومستيك. في اكتر من طريقه طبعا عشان تشوفوا الايه كلابينج. في طريقه انك انت بتعمل اكزامينشن جاست كده، وفي طريقه انك بتحط الفينجرز كده. المفروض ان بيبقى فيه سبيس، بيبقى فيه سبيس ما بين التيبس وذا فينجرز ما بين النيلز. لو النيلز دول سوورن السبيس ده بيبقى ايه ديسابير. زي ما عبد الله عمل لكم انا المفروض اقعد مطرح عبد الله اللي كان. ماشي يا شباب. خلاص طيب ده اللي هو ايه الساينز اللي موجوده في الان. احنا قلنا نمره واحد اخد البالس تريمورز، قلنا نمره واحد البالس، وبعدين قلبنا كده شفنا فيه التريمورز وشفنا الفينجرز، وبعدين قبل ما نطلع فوق بنشوف ايه البالس. البالس المفروض بيبقى فيه ايه تاكيكارديا، بيبقى فيه المفروض تاكيكارديا وممكن يبقى فيه ايريجولاريتي خلاص. بس عاده احنا ما ينفعش نشوف البالس كده، المفروض نشوفه فين ديورنج ايه ديورنج سليب. ماشي. لان هنا ال بيبقى في هايبر اكسايتابيلتي مع الثايروتوكسيكوزيس، فممكن هايبر اكسايتابيلتي اللي تسبب ان البلس لوحده يزيد يبقى ايه من التنشن خلاص، ما هواش من الثايرويد كونديشن. فاحنا ايه الافضل لو سليبنج ديورنج سليبنج السليبنج خلاص. يبقى كده خلصنا الابر ليم. اللور ليم بنشوف ايه يا شباب؟ بنشوف عندنا حاجتين في الريتيبيلتي
على التيبيا شوف كيف ميكس دي ميكس دي ما دي بيبقى عباره عن ايه بلاك هاوس ما اه السكين بيبقى شكلها ايه سولي فيكن السكين بتبقى فيك خلاص وبتبقى ايه بيجمنتد ماشي يا شباب على الفرنت اوف ذا تيبيا تاني حاجه دي طبعا بتبقى في الهايبر ولا الهايبو هايبو هايبو اكتر بس ممكن تبقى هي موجوده اكتر في الهايبو ثايرويد بالنسبه للريفلكسز هايبر ريفلكسز بيبقى فيه ايه هايبر ريفلكسز كان هايبر ثايرويديزم بيبقى هايبر ريفلكسز وهايبو ثايرويديزم عكس هايبر بيبقى فيه ديليد ريلاكسيشن بيحصل كونتراكشن اوف ذا ماسل يعني احنا مثلا بنشوف ايه نحط رجل على رجل كده ده كده بنشوف ايه هنا ده كده بنشوف ايه نعمل كده وبالهمر بنكبر كده خلاص يا شباب المفروض الهايبر ثايرويديزم بيبقى فيه هايبر ريفلكسي الهايبو ثايرويديزم بيبقى فيه هايبر ازاي بقى بيبقى فيه ديليد ريلاكسيشن اوف ذا ماسلز بعد الكونتراكشن يحصل كونتراكشن والماسلز يحصل لها ايه ديليد ريلاكسيشن نعم ده اللي هو الانكل جيرك الني جيرك بنعمله هنا بنرفع الرجل شويه احنا بنرفعه على ايدينا وبعدين نخبط هنا بالحمر نفس الحركه دي نفس الموضوع نفس نعم ديليد يعني بعد ما يحصل كونتراكشن ريلاكسيشن بيبقى الهايبوثايرويديزم ماشي يا شباب اتقصت نفس النتيجه يعني نقدر نحكي زي الانكل زي يبقى دول اثنين ساينز في اللور ليم خلاص الابر ليم بخلصنا فاضل الساينز اوف اوبستراكشن يا شباب ايه الساينز اوف اوبستراكشن بقى اوبستراكشن في التشيست بقى الاي سبيتش هي ايه سبيتش كان ذا ساينز اوف اوبستراكشن اوف ال 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 التشيست اللي هي التشيست او التراسيك او بيبقى فيه ايه ليفلت واحد بيبقى فيه دايليتد فينس لان هو الفينس درينج نازل من فوق على التشيست فبيبقى فيه دايليتد فينس ماشي ليفلت 2 بيبقى فيه ايه سبيج ليفلت 3 لو ما لقيناش حاجه خالص واحنا عاوزين نعرف حاجه ايه نسرع له ايه نعمل تيست ايه هو التيست نرفع ايديك نرفع ايديك لفوق كده لا لفوق خالص الاثنين لفوق خالص كده اعلى شيء اعلى شيء نسيبه شويه دقايق لو هو في ثراسيك اوتلت في اوبستراكشن بيحصل ايه بقى؟ سوالينج هو نفسه بيبتدي يشتكي من ديسنيا كونجشن بيحصل كونجشن فيس في البلاد فيسز وهو يبتدي يشتكي من ديسنيا حاسس بحاجه؟ ايوه ده ايه لو في الثايرويد انلارجد وكمبريسنج ايه؟ سوبيريور فينيكال سوبيريور فينيكال او تكون بالريتروستينر ما هي انلارجد وريتروستينر وكمبريسنج السوبيريور فينيكال يعني ده عادة بيحصل مع الريتروستينر خلاص يا شباب اخر حاجه الساينز اوف ذا اي حد يعرف الساينز اوف ذا اي هايبر ناخدهم بالترتيب الاي بيبقى شكلها ايه طيب الاي مدوره كده في ابر ليد هو ليد وفي لور ليد نورمالي نورمالي المفروض ان ايه اللور ليد بيبقى ايه ماشي مغطي مش مغطي اللور ليد بيبقى ايه مفتوح في 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 تماس مع الايرس ما بيبقاش مغطيها خالص خلاص اللور ليد يبقى ايه في تماس مع الايرس يبقى الدايره بتاعت الايرس كده واللور ليد كده مش مغطي حاجه الابر ليد بيبقى سلايتلي كفرنج الايه ابر بارت اوف ذا ايرس اللي هو بيسموه ايه من 11 لوحده يعني لو رسمناها زي الساعه كده لو رسمناها زي الساعه كده الايرس دي الايرس الساعه بيبقى فيها 12 مش كده وفي هنا 11 وفي هنا واحده مش كده ممكن الابر اي ليد يبقى مغطي الحته دي انما اللور اي ليد يبقى بالشكل ده لو واصل النص يبقى ده شكل لا لو واصل النص يبقى فيه توز ده حاجه ثانيه خلاص يا شباب ده شكل الاي نورمال افرض ان في الايه السايز في هايبر ثايرويديزم او ثايرويدوكسيكوزيس بيبقى فيه ايه؟ ريتراكشن ايه كوز اوف ريتراكشن اوف ابر ايليد؟ المصل في مصل اسمها ايه؟ ليفيتور يعني بترفع الفيبري يعني الريتس السوبريورس يعني فوق دي فيها انفولنتري بارت فدي ايه بتبقى عاليه تبقى عامله بالشكل ده يبقى في عندنا ريم وايت ريم فوق الايرس اللي تحت اهي زي ما هي وفي المايلد كيسز هايبر ثايرويديزم يبقى في ريد ريتراكشن يبقى في ريم وايت ريم فوق الايرس بين الايرس وبين الايرس يبقى دي اول ساين اسمها ايه؟ ليد ريتراكشن ودي انا جاست ببص مش محتاجه حاجه اخليه ايه؟ هو فيكس الاي على حاجه بعيده بص على حاجه بعيده على الباب مثلا واشوف في حاجه ولا مفيش ده الاي بتاعه ايه؟ ماشي يا شباب؟ الليد لاج عباره عن ايه بقى؟ الليد لاج انا بخليه يبص الاوبجكت بعيد حوالي نص متر كده بص لا طبعا لازم لما يجي يبص كده لازم اكون انا مثبت ايه دماغه بايدي عشان ايه ما يحركش الهيد يحرك بس الاي بص لفوق كده بص لتحت
ايه بقى الليد لاج؟ الليد لاج انه ما يجي يبص لتحت الاي ليد بتوسع اللي هي الابر اي ليد بيبقى يحصل له ريتراكشن اكتر. فتبص تلاقي الريم اوف ذا سكليرا دي بدل ما هي كده بتبقى عامله اكتر شويه. ده نتيجه ايه؟ ان الاي بول موفمنت لتحت والايه الليد بيحصل له ريتراكشن لفوق. ماشي يا شباب، يبقى دي تاني سايد بيسموها الليد لاج. اول ساين ريتراكشن، تاني ساين ليد لاج. ليد لاج دي بالايه بنعرفها بالموفمنت. طيب تالت ساين بقى ايه اللي هي في الادفانسد كيسز اللي هي من الاي بول بتكبر بقى زي مثلا اكزوسانوس او بروتروجن اوف ذا اي. ايه بقى البروتروجن اللي بيبتدي ايه بالريم اوف ذا سكلير تبان من تحت، ده من فوق بس يبقى في ريم اوف ذا سكلير باينه من تحت. ماشي خلاص. زائد اللي هي ان انا ايه ال بشوف الاكزوسانوس ازاي ان انا بقى بيهايند ذا ايه بيشن. خلاص. وفي عندنا الجزء اللي فوق ده اسمه ايه؟ سوبرا اوربيتال ريج. سوبرا يعني فوق، اوربيتال العين، ريج يعني ايه؟ احنا لو شفناها على السكالب الاي ريج زي حته بارزه كده، ده اسمه سوبرا اوربيتال ريج. فانا بخلي ايه؟ اعمل سلايت اكستنشن للهيد اوف ذا بيشنت واقف ايه من فوق البيشنت او بيهايند ذا بيشنت واشوف ايه الاي بتاعتي يبقى دايركتد للسوبرا اوربيتال للبلين ده سوبرا اوربيتال ريج اللي هو ده بتاع السوبرا اوربيتال ريج. لو لقيت فيه بروتروجن في الاي بدا ايه؟ ده اكزوفتانوس. نورمالي ما يبقاش فيه بروتروجن، ما اقدرش اشوف الاي. لو شفت الاي يبقى عنده اكزوفتانوس. طبعا ايه؟ الدكتور هنا ما شاء الله عبد الله؟ لا عبد الله ما عندوش. لا هو عنده العكس هذا. خلاص يا شباب، يبقى دي الساينز كلها. نمرة واحد ليد ريتراكشن، نمرة اثنين ها ليد لاج، نمرة ثلاثة اكزوفتانوس. والاكزوفتانوس بشوفها ايه؟ بالايه؟ بالريم اوف وايت سكليرا بلو الايرس، زائد ان انا بعمل ايه؟ تست ايه؟ تست فور الاكسوسايز. اخر حاجه للاي اللي هي الايه؟ الاوفثالموبليجيا. الاوفثالموبليجيا ازاي؟ نورمالي المفروض ان ايه؟ الموفمنت بتاعت الاي بتبقى نورمال. لما باخد اوبجكت فروم بعيد من بره واقربه كده بيحصل ايه؟ كونفرجنس كده. ماشي يا شباب؟ لو ما حصلش كونفرجنس يبقى في ايه؟ ويكنس اوف ذا اي ماسلز. زائد الايه الموفمنت، بص لفوق، بص لتحت، بص كده كده كده. لا بشوف الاي موفمنت. خلاص هاي بأوبجكت كده، يركز عينك عليه وحط ايدي فوق كده عشان ما يحركش دماغه. خلاص كده بشوف ايه الاي موفمنت. ماشي يا شباب. زائد الكونفرجنس اللي هي اوبجكت بعيد بقول له ركز عليه قربه كده، المفروض ايه بيحصل كونفرجنس. لو ما فيش الموفمنت فيها ابنورماليتي او ما فيش كونفرجنس يبقى ده في ايه؟ اوفثالمو ليجي. ماشي. اخر حاجه اللي قال عليها احمد اللي هي الكيموزس. ايه هو الكيموزس؟ اللي هو ايه؟ كونجيشن. كيموزس ده هو كونجيشن في الايه؟ في الكونجنكت، في الكونجنكت تايب. يبان ايه في اللي هي ايه؟ العين حمراء زي ما بيسموها، تلاقي ايه البلاد فيسلز باينه. ماشي يا شباب. يبقى احنا قلنا سنترال ساينز وبريفرال ساينز. بريفرال ساينز قلنا في عندنا نمره واحد الهاند، نمره اثنين الفيت، نمره ثلاثه ساينز اوف اوبستراكشن. خلاص. اربعه الايه؟ الساينز اللي موجوده على اخر حاجه في البريفرال اللي هي ايه؟ الميوباثي. ايه الميوباثي بقى؟ اللي هو بنقول له ارفع ايديك كده وبنعمل ايه بريشر عليهم ايه؟ طبعا عبد الله مش هنقدر عليها. ماشي ما شاء الله. فايه نشوف هل في ويكنس في البروكسيمال ماسلز ولا مفيش ويكنس في البروكسيمال ماسلز. ماشي يا شباب. يبقى دي ايه البريفرال ساينز بتاعت ايه؟ الثايرويد ديزيز. اي سؤال؟ الاوفثالموبليجيا ده ويكنس اوف ذا موفمنت اوف ذا اي. بس الليد لاج انا بقول له انزل تحت، بص لتحت كده وببص على ايه في الليد لاج؟ بشوف هل السبيس او الريم اوف ذا سكليرا بتوين ذا ابر اي ليد وبين ايه الايرس. انما اللي هي الاوفثالموبليجيا انا بشوف العينين بتتحرك ولا لا وبتتحرك مع بعض ولا لا. يعني انا الاثنين تيست ممكن يبقوا ايه ابارنت زي بعض، بس انا اوبزرف ايه؟ ايه الاوبزرفيشن بتاعتي؟ ممكن اعملهم مع بعض يعني ممكن. طبعا المفروض ما تعملوش مع بعض عشان ما تلخبطش، ما ينفعش. ايه تاني يا شباب؟ اتفضل. نعم؟ تيست اكس اوف ثالموس نمره واحد بشوف الريم اوف ذا سكليرا ما بين الايرس وبين اللور ايلي. بقول له بص قدامك فيكس الايز ديستنت اوبجكت بعيد وبشوف الريم اوف ذا سكليرا ما بين الايريس وما بين اللور ايليد. لو لقيت في ريم اوف ذا سكليرا يبقى دي الاي بروتروديدنج بارت.
نمرة اتنين ده بقى behind the patient وبعد بعمل tilting slight extension للهيد وببص tangentially مع البلين بتاع الايه سوبرا اوربيتال ريدج سوبرا اوربيتال ريدج ايه ريدج اللي عليها الحواجب دي اللي هي دي ببص tangentially معاها المفروض ما اشوفش الاي لو شفت الاي بره يعني معنى ان فيها ايه بروفيشن ايه تاني يا شباب اي سؤال تاني شكرا طيب انا بس لازمكم اوريكم بس صورتين كده ينفعوكم في حياتكم المستقبليه وفي البحث وفي كل حاجه امور حاجه براعتيه نعم شكرا ان شاء الله يكرمك ماشي شغال حركه الماوس عبد الله الماوس دكتور حبيب انا بدور لكم بس عندي كنا احنا زمان كان في الكليه هنا بنشرح السكيلز بنعمل كل حاجه لا بدور لكم حاجات زمان لقيت يعني بعد الصور كده حاجات جميله لما نبدا بالراتب لا كل لا ولا يسالنا لا اسئله لا بس اسئله اسئله الاسئله اللي في الشكل بس غالبا يعني زي ما بالفعل هو الحاجات اللي قلت لكم عليها دكتور احمد امبارح اللي هي البالر والجوندس والهيستيست غالبا دول اهم حاجه والليمف نود أردوكم بس بعض الميستيكس اللي هي ايه بيقع فيها الزملاء في الفحص يعني يدور على سيرتهم مكان خاطئ عشان كده السيرتهم لحد قالتهم ايه هوريكم بعض الحاجات اللي هي ممكن ايه تغش في الفحص بتاع السيرويد دكتور فتح تمام طيب طبعا العلامات دي مهمه جدا يا اولاد في الغرابه اللي هو الريجيال كارتريج والكريكويد دول مهمين جدا احنا بندور فين الازمه بتبقى فين تحت الكريكويد صح في الحته دي كده واللوبس بتبقى هنا كده صح ولا مش صح مظبوط بعضكم للاسف يعني حاجة يعني مش كويسة يروح يدور لي على السرير هنا كده لا كده يعني أنت قال لو امتحانك اديك صفر طب دور فين السرير؟ سرير مش هنا يا أخي خالص واضح يا ولاد تفاحة آدم دي ولا اللارنجيال كارتريج مش هي السيرويد ولا اللي حواليها سيرويد ولا السيرويد توصل هنا لما تتضخم خالص واضح معايا؟ لما السيرويد العادية أنا بدور هنا بدور هنا في الحتة دي كده تحت دي أول حاجة ناخد بالنا منها واضحة ديت يا ولاد؟ طيب واحنا طبعا دكتور طارق اكيد وضح لكم اللاند ماركس بتاعت الايه؟ بتاع الاسترنوماستويد ولا العظمتين اهو هذا عظمه او الكوبري زي ما احنا بنقول الكوبري الثاني الصغير احنا بندور هنا كده هنا في الحته دي ما بدورش فوق ابدا دي خطا مستيك يعني قاتل ما ينفعش اصلا يبقى مش دكتور طيب برضه بناكد ثاني اهو بندور فين احنا شفته فين؟ تحت ايوه انا حاسس الدكتور سعد بيعمل يمكن عالي شويه بس اساسا هي متضخمه اساسا الغده هي فيها اللارجمنت صح ولا مش صح؟ لما الغده العاديه اللي انت بتدور عليها او تضخم بسيط مايل ادور شفته فين يا ولاد تحت خالص صح ولا مش صح؟ مش هو كده اللي قالتهم مظبوط لازم مثلا كده وده اللوب كده وديب هنا شويه وده اللوب الثاني كده طالع كده بالظبط احنا في الحته دي ايه اللي يطلعنا احنا بقى فوق؟ صح هذا برضه ايه دي تركه ثانيه بدور تحت طالما انت الدكتور وجدك بتدور تحت تعمل بالبيشن تحت يبقى انت ماشي صح وطالما شفت العظمه الاولى والعظمه الثانيه وادور كده على الجانبين يبقى انت ماشي صح لما البدايه بقول لك شوف يا ابن السيروت هتدور لي كده ببطل معاك امتحان ده مش عارف اناتوم يقوم هو سالك اناتوم بناء على كده يا ابن الاناتوم بتاع السيروت هي فين اللوب فين والازمس بتاعها فين وايه اللاند ماركس السيرفس اناتوم بتاعها طبعا انت هتقول ده يجي طلبه بعدكم يشتكي لي يقول ده بيسالني اناتوم من حقه بتاع الجراحه من حقه طالما لقاك لو انت لو ماشي صح ما كانش سهل عرفتوا بقى لو ماشي صح وبتدور في مكان صح تحت كده ما كانش هيسهل لما لقاك بتدور هنا كده فوق على الثايرويد فلازم يسهل
واضح يا اولاد؟ انا بقول لكم الفيدباك بتاع الامتحانات السنوات اللي قبل كده. طيب برضه شفتوا بندور فين؟ واضح الكلام خلاص. سويلينج واضح برضه نفس الكلام. يعني كده تاكدت المكان اللي بندور فيه المكان الصح اللي احنا بندور فيه تحت خالص غير ما احنا فاهمين. تحت الكوبري. مش فوق، تحت الكوبري الصغير مش الكوبري الكبير. هذا واضح، هذا اللارج بالتوفسيرويد هي واضحه جدا الصوره صح. شفتوا فين يا اولاد؟ تحت خالص واضحه جدا. انت مش عايز اكلم طبعا. هذا طريقه البالبيش كركون. انت شفتوها دكتور سيد عملها الطريقه دي مظبوط. ان سيركل ايه ذا نيك بدايه كده بدور ايه في الناحيتين. طبعا هنا الايد انتم ملاحظين ان هي عاليه شويه على اساس ان في تضخم فوق، على اساس ان الجراند هتكبر. لما تكبر هتجي لك هنا يا اولاد صح كده. ما تكبر هتيجي كده. لما في العاديه طبعا انا بدور دايما ده. اوكي دي البالبيشن اللي هي ايه بتعمل فليكشن اوف ذا نيك صح. طيب ريلاكسيشن الاسترنال مسترس. واضح يا اولاد التضخم في ناحيه دي صوره ثانيه تحت خالص مش اللي فوق هنا. ده نوديولار هو توكسيك نو سيرتوكسيكوزيس يعني وفيها نديول يبقى بنسميها توكسيك نوديولار جويد. طالما هي نوديول يبقى نوديول توكسيك. ليه؟ لانها عامله ايه اكسسيف اماونت من السيروكس فبيسموها يعني هي سيروتوكسيكوزيس بس نوعها ايه نوديول. ده ما ينفعش فيها الدواء فاكرين؟ ما بيتعالجش بالدواء لازم جراحه او راديو ايضا. طبعا واضحه يعني شفت السولينج هنا في ناحيه واحده اهو بس برضه منخفض ولا مش منخفض؟ منخفض. شفتوا بينه وبين حتى رغم انه متضخم شويه برضه تحت الكريكويد او بدايته من تحت صح يا ولاد؟ صح. طيب اوكي الصوره بتاعت العين اهي هي الستيرنج لوك اللي هو واحد مندهش كده واحد سمباثيك. طيب ده الديفيوز اللي هو ايه اللارج بتاع السيلز. الصوره واضحه؟ واضحه تجد واضحه جدا مش عايزه كلام. مفيش حاجه فوق هنا ده احنا بس لو طلعنا من ال 10 دقايق دول ان احنا مكانها الصح في ندور خلاص دي تكفي جدا. بص دي خطا بقى بيقع فيه. يعني مثلا عبد الله انا كنت ملاحظ هو الدكتور سعد بيكشف عليه اللينكس بتاعه ما شاء الله متضخم شويه راجل رياضي خلاص. بعض الناس ما تستعجبوش والله يعني يظن ان هذا التضخم بتاع اللينكس هو ايه هو سايرو. شفت التضخم عامل فين يا ابن السايرويد؟ يقول لك ما هي ما واضحه جدا السايرويد حتى شكل السايرويد. هل دي سايرويد يا ولاد؟ لا واضحه ولا مش واضحه؟ يعني دي خطر كبيره. حتى انت لما تشوف واحد كده رقبته هنا عند الغده دي متضخمه هو ماشي كده ده عنده سايرويد. ده مش عنده سايرويد السايرويد مش هنا خلاص تفاحه في النص صح؟ لا ما هي واضحه دي شكلها سايرويد صحيح بس مش سايرويد مش سايرويد. طيب هنا برضه حاجه يا اولاد ممكن يعني يسالك فيها بتاع بتاع الجراحه يقول لك مثلا طب هنا لو هنا كيس دهني لايبوم اسمها لايبوم بيسموه باللغه العربيه كيس دهني كيف تفرق ما بينه وما بين السايرويد الارتيفيشال؟ ازاي يا اولاد نفرق ما بينهم؟ استنى مش سايد خليه فوق العضله العضله ده لما مستويد عمل كونتراكشن يعني ايوه بعدين ده هتظهر مور برومننت. طيب في حاجه ثاني ادخل افصل موبيلتي سايد الثايرويد موبيلتي مين قال السوالونج؟ اهم حاجه يا جماعه اهم حاجه عشان كده دايما بالدكاتره دايما في الاكزامينيشن ما فيش اكزامينيشن للسايرويد بدون السوالونج تاني خليه دايما فاكر سواء في الانسبكشن او في البالبيشن لازم المريض يبلع ولازم تجيب معاه كوبايه ميه تكون موجوده كوبايه الميه قول للمريض اشرب ميه هو بيشرب ميه تشوفه في الانسبكشن تتاكد ان هذا السوينج عمال يطلع وينزل يبقى تمام يبقى ماسك يبقى هو ده سيرويد سوينج او احتمال يكون سيرويد سوينج مع المانيفستيشن والسيمبتومز والصور والحاجات دي يبقى فعلا سيرويد سوينج خلاص يا شباب. فلازم نمره 2 في البالبيشن برضه يشرب المريض وبرضه ايه عمال البالبيشن هو بيبلع قبل البلع وبعد البلع. طبعا دي واضحه اللي يبقى ماشي اذا لو سالت السؤال ده كيف تفرق من اللي بين الليبوما وسيرويد سوالون بالحاجتين ان هو بعمل كونتراكشن للاسترنوم السويد دي بتبقى تظهر اكتر لانها سوبرفيشال الكونسيستنت بتاعتها سوفت صح على ناحيه واحده بس ممكن تغشين تيجي في السنتر ممكن تبقى في النص تقول لي ده دي سيرويد واضح يا ريت البوردر بتاعتها راوند يعني مش هي بتاعت السيرويد السيرويد تبقى في الجنبين كده صح ولا مش صح نازله لتحت فاهم تيست ليها هو الايه؟ سوالون طبعا دي هيوج يا جويتر ده تعرفه ازاي يقول لك تعرف البوردر بتاع اللور بوردر ازاي لسه قايلين لا اللور بوردر تعرفه ازاي الكونتراكشن طب انا عندها هقول تاني دي اهم حاجه لسه راكب ايه انا ويتنسد على الراكب ده يبقى انا عندي حاجتين السوالونج في اي سولينج في النك في مكان السيرويد السوالونج تيست يشرب ميه نمره 2 البركشن امتى اعمل بركشن مش لاي واحد
لو هو ما انا بقول للمريض يبلع ميه ليه؟ ما بيبلع ميه اللور بوردر بتاعه بيظهر. صح يا اولاد؟ مش الانسولين بيطلع بشوف اللور بوردر خلاص ظهر قدامي اهو. لكن لو اللور بوردر في حاله هيوج جويتر زي دي كده متضخمه جامد زي دي، انا هجيبه ازاي اللور بوردر؟ ابلع ما فيش حاجه خالص، ما فيش حاجه ظاهره. حتى هو عنده صعوبه في البال، عنده صعوبه في البال، انا عامله فريجر وعنده صعوبه في التنفس. صح يا اولاد؟ وده على فكره من الانديكيشن بتاعت الجراحه. انديكيشن هيوج هيوج جوي. صح ولا مش صح؟ معلش استنى. لا لا صح. طب خلاص انا خلصت، انا خلصت. دي حاجات العين. ايه اللي في العين انتوا شايفينه هنا يا شباب؟ الكونجيشن اللي هو الكيمون كونجيشن والستيرنج لوك اهو واضحه يعني. ها؟ لا لوك على الدكتور سعد الريم اوف ذا سكيلر اهو ظاهر اهو. ظاهر حوالين الايه؟ حوالين احلى حاجه اللي هو السيرويد. لا مش كلابنج، ده اسمه اكروباسي. يعني في اونكولايسيس، فاكرينها في سنه اولى؟ اللي هو الضفر يتحلل ويترك النيل بيد بتاعه. اسمها اونيكولا، بيسموها ايه؟ بعثانة. تقدر احب اسال فيه ثايرويد اكروبس. ممكن اقول لك الثايرويد ديسيز ممكن ياثر على الضوافر؟ لا، يعمل كلابنج وممكن يعمل ايه؟ اكروبس. ايه الاكروبس يا ابني؟ عباره عن اونيكولايسيس، تحلل، تكسر. ضوافر، شفت الضوافر عامله ازاي ولا لا؟ اهي مفصوله عن النيل بيد. دي النيل بليت والثانيه اسمها النيل بيد. خلاص كده. طب ليه؟ نعم. لا لا الميتابوليزم اتغير. الدنيا كلها اتغيرت. جسم زي ما عليك باظت والاعصاب باظت والميوبس كل حاجه. خلاص. اشكرك يا دكتور.